في جلسته العامة تقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان وأحد الشعانين. وخلال الجلسة العامة ناقش المجلس طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز الاقتصاد الدائري بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات. انطلاقا من اهتمام الدولي ومصر على ملف المتغيرات المناخية في الوقت الراهن، بدأ التركيز وتسليط الضوء على نقطتين أساسيتين، وهو التخفيف والتكيف. وبالتالي كان اهتمام الحكومة بشكل كبير جدا في البعد البيئي على كافة القطاعات، مش بنركز في اقتصاد واحد، ولكن بدأ الحديث عن الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري. وبالتالي كان من أهمية الموضوع ان احنا نناقش النهاردة الحكومة في وزارة البيئة ومعانا ممثلين من وزارة التنمية المحلية والتجارة والصناعة لكيفية استخدام الأمثل للاقتصاد الدائري في الاقتصاد بشكل عام. تساؤلاتي كانت للحكومة النهاردة حول استراتيجية الحكومة وخطتها حول تحويل الاقتصاد الخطي المتواجد حاليا داخل الدولة الوطنية المصرية إلى الاقتصاد الدائري وفقا لجدول زمني محدد، الوقت ومحدد المعالم. أيضا حديثي كان عن القوانين التي سيتم تفعيلها والمقترحات التي ستقدمها الحكومة بشأن سن بعض التشريعات تتوافق مع الاقتصاد الدائري. هو الاقتصاد الدائري أو اقتصاد الدوار الحقيقة مش فكرة جديدة ولا مفهوم جديد، هو المفهوم ده ظهر في القرن الماضي كنموذج اقتصادي قابل للتطبيق في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، والحقيقة دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا قطعوا أشواط كبيرة في الاقتصاد الدائري. فبالتالي هو الأمر يحتاج إلى أن احنا يعني نغير طريقة يعني تعاطينا مع فكرة التنمية الاقتصادية بأنها تكون تنمية اقتصادية مستدامة، نستغل الموارد بشكل أمثل ونتعامل مع المخلفات الناتجة عن العمليات الصناعية والعمليات الإنتاجية بشكل عام بشكل أمثل أيضا، بحيث أن يتم الاستفادة أيضا منها وتعظيم يعني الاستفادة منها كمورد من الموارد أيضا. الاقتصاد برضو الدائري أو الدوار هو فرصة لإيجاد فرص عمل جديدة، لأنه هيكون يعني اقتصاد قائم على عمليات جديدة في الإنتاج والمعالجة للنفايات وخلافه. الاقتصاد الدائري بيوفر فرص عمل كبيرة جدا، يعني في العام الماضي وفرت حوالي 6 ملايين وظيفة في جميع أنحاء العالم، سوق كبير يعني بيوصل حجم السوق ل 4.5 تريليون دولار، ده وفقا لعام 2023. بلاد كتير جدا وحكومات بدأت تغير كل سياساتها في الاقتصاد نحو الاقتصاد الدائري. الاقتصاد الدائري ليه ركائز أساسية، ركائز دي بتبتدي من إن إعادة تصميم لسلاسل الإمداد والتوريد بشكل عام، تغيير في سلوك المستهلكين، تغيير في السياسات المتبعة، وتدخل التطور والتكنولوجي في منظومة التصنيع بشكل عام. وأحال رئيس مجلس الشيوخ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 23-24 للجنة المختصة، كما أعلن رئيس المجلس رفع الجلسة العامة على أن يعاود للانعقاد يوم الاثنين.